سلامات ريبال، تحكي لنا أكثر عن المنظمة، عن منظمتكم، شو هي المشاريع اللي عم تشغلوها هلا بشكل عام، وإذا فينا نخصص أكثر شو هي المشاريع اللي عم تنفذوها بدعم الاتحاد الأوروبي من الاتحاد الأوروبي. أهلا أنس، تحياتي. منظمة غصن زيتون منظمة مجتمع مدني تأسست بعام 2012 بدرعا. فات في فترة من الفترات كان هي هدفها الأساسي يعني دعم المجتمع المدني بموضوع تقديم الخدمات، من ناحية تقديم الخدمات بسبب إنه في كتير مناطق طلعت خرجت عن سيطرة النظام وبالتالي الخدمات هي قلت. لاحقا انتقلت المنظمة إلى تركيا، وحاليا نحن بيست بغازي عنتاب بتركيا. بالنسبة للشباب، نحن عم نشتغل مع مجموعات شبابية من مختلف أنحاء سوريا، مجموعات وفرق شبابية، هن يوث ليد كوميونيتي بيزد اورجانيزيشن أو فرق تطوعية. عم نحاول نبني قدراتهم، نبني الكباسيتي تبعتهم لحتى يكونوا بقلب حتى يكونوا ممكنين بقلب المجتمعات تبعتهم على المستوى المحلي، بحيث انه هن يكون عندهم وصول اكبر لمراكز صناعة القرار على المستوى المحلي، وبنفس الوقت لحتى نشبك بيناتهم. واخيرا يعني الهدف الاكبر هو وصلهم بالعملية السياسية، بحيث انه هن يشاركوا بشكل اكبر وبشكل فعال اكثر بصناعة مستقبل سوريا. عظيم عظيم ريبال، ضمن هذه المشاريع وضمن عملكم ونطاق عملكم خلال هذه السنوات كلها، كيف بتوصف دور الاتحاد الأوروبي تماما بدعم هذه الأنشطة؟ بصراحة الاتحاد الأوروبي كان له دور جيد جدا على الملف السوري. رح أقول لك من بداية الثورة، من بعد 2011 إلى الآن. يعني يمكن هو من أكبر المانحين على الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وأكبر المانحين للقضية السورية، سواء على المستوى الإنساني أو على مستوى التطوير، المشاريع اللي لها علاقة بتطوير الأفراد وتطوير المجتمعات المحلية، تهدف لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة بالشأن العام، واللي من خلاله نحن هلا عم نتوسع بالشغل أو العمل مع المجموعات الشبابية من جنوب سوريا، من درعا والسويداء، مع شمال غرب وشمال شرق سوريا. لأنه بصراحة أنس، هون في نقطة كتير، نحن عملنا بحث قبل فترة، فعلى الأولويات الشباب وعلى مشاركتهم ونسب اهتمامهم بالشأن العام، فلاحظنا كتير أنه بسبب التقسيم السياسي الحالي الموجود بسوريا بين شمال شرق وشمال غرب وجنوب ومناطق وسط، خلينا نقول إذا كان هي مناطق نظام ومناطق سيطرة النظام، عم شوف إنه هي المناطق هي إلى حد ما صايرة مثل إيكو تشامبرز، يعني غرف صدى، الناس عايشين بقلب الفقاعة أو البابل تبعتهم، فالوعي تبعهم عم أسس ضمن هذا النطاق، يعني ما بيكون في هذا، خلينا نقول هذا التواصل الفعال بيناتهم. فحاولنا نحن يعني بصراحة، إنه بالبداية كان في خوف إنه نحن نوصل الشباب من مختلف المناطق مع بعضهم، يمكن بسبب الحساسيات، يمكن اللي هي موجودة بعقلنا بصراحة أو باعتقادنا هيك. بس ولكن لما بلشنا شوي نشتغل نعمل هذا الإكسبوجر وهذا الانفتاح على الشباب من مختلف المناطق مع بعضهم، فلقينا إنه كان في يعني هن يشجعونا أكثر إنه هذا الشيء اللي عم تعملوه قليل، فنحن لازم يكون في تواصل أكبر وهيك. فبصراحة يعني هلا اغلب مشاريعنا عم تركز على موضوع انه نحن نوصلهم مع بعضهم، يكون في تواصل فعال بيناتهم، خصوصي ما يتعلق بالتدريبات او الجلسات اللي نحن بنعملها ضمن اطار المشاريع او المبادرات المشتركه. فالشباب من كل المناطق عم يحضروها سوا، وهذا الشيء عم بيخلق حاله من، خلينا نقول، من التفاعل، من حاله من تبادل الخبرات، حاله من التعلم بين بعضهم بشكل، وحاله من بناء كمان ارضيه مشتركه بشكل غير مباشر. وهذا الشيء اللي بصراحة كمان عم نركز نعمله حاليا، بدل ما نركز على الديفايدرز أو الشغلات اللي بتفرق الشباب بين بعضهم ونحاول نلغيها،
وما رح نقدر نلغيها لأنه رح تكون موجودة. الشاب اللي من شمال الغرب مع الشاب اللي من شمال الشرق أو اللي مع الجنوب، طالما معه بيقدر يتواصل معه بشكل فيزيائي أو يشوف هذا الشخص الثاني، يكون في هذا التفاعل الفيزيائي وبناء الثقة، فالديفايدرز رح تضل موجودة. وطالما في المحفزات، خلينا نقول لهي الديفايدرز أو لهي المقسمات بالحرب، فأيضا رح تضل موجودة. فرحنا نطلع، او خلينا صرنا نركز اكثر على الشغلات اللي بتجمع الشباب مع بعضهم. يمكن باطار عملنا او المجال اللي احنا بنشتغل فيه، التمكين السياسي او التمكين المشاركه بالشان العام، في ارضيه مشتركه كثير كبيره بين الشباب، انه هي على اختلاف اماكن وجودهم وعلى اختلاف السياق عندهم مشاكلهم الى حد ما مع السلطات، الامر الواقع الموجوده هي وحده تقريبا، تختلف من سياق لسياق، تختلف في بعض الأمور بس، ولكن كلهم يتعرضوا للتهميش، كلهم معرضين للتهميش، كلهم في يعيشون، يعني بيعيشوا بصراحة بحالة من العزلة، ما حدا بسمع صوتهم، وقد ما حاولوا إن هن يعني يوصلوا صوتهم بس، ولكن بضل في يعني خلينا نقول reluctance أو حالة من عدم الاستجابة من قوى الأمر الواقع أو السلطات المدنية بالتفاعل معهم. فمن خلال التركيز على هاي الأرضية المشتركة، خلينا نقول قدرنا بصراحة إنه يعني نوصل هدول الشباب مع بعضهم بفترة بالوقت الحالي، ولاحقا متوقع إنه يكون في أنشطة أكثر، يعني مشتركة، حملات مشتركة أكثر بتركز على أولوياتهم ومشاكلهم. يبقى يعطيكم ألف عافية، يعني من يعني منظمتكم وأنت بشكل خاص أيضا، يعني دائما من الأشخاص اللي صوتهم يرتفع من أجل المناصرة للمشاركة المدنية والسياسية للشباب السوري، ووصلهم مثل ما قلت ل يعني مراكز إلى حد ما إذا إن صح تسميتها صنع القرار. اشتغلتوا أبحاث، اشتغلتوا مشاريع، ذكرت أنه واحدة من التحديات اللي بناء عليها بنيتوا أحد مشاريعكم اللي هو حول المشاركة المدنية والسياسية للفرق من مختلف المناطق، أنه واحدة من التحديات هي التقسيم، وكيف هذا التقسيم عم يخلق حالة من العزلة ما بين الشباب السوري بين بعض. إذا بنرجع للتحديات، ما هي التحديات بشكل عام التي تواجه عملكم كمنظمة مجتمع مدني عندها هي الرؤية وعندها هي الرغبة بالتغيير؟ يعني على مدار هال 11 سنة شو هي التحديات اللي طلعت معكم؟ وخليني هيك إذا بدي يعني كرمال نكون هيك متفائلين قليلا، كيف الاتحاد الأوروبي أو دعم الاتحاد الأوروبي أو المشاريع اللي كانت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي قدرت يعني تساعدكم بتخطي أو تجاوز هذه التحديات؟ سؤال التحديات دائما يطول شرحه بصراحة، كثير لا كثير لأنه تحديات كثيرة. فرح أكون كثير محدد بالتحديات اللي بنواجهها بالعمل مع المجموعات الشبابية. هلا بصراحة يعني العمل كمان نفسه تطور، يعني نحن ليش اشتغلنا أساسا أو قررنا نشتغل مع مجموعات شبابية مو مع أفراد؟ إنه واحدة من المشاكل اللي واجهتنا بالبداية هي موضوع الهجرة أولا وأخيرا، إنه الشباب عم بتهاجر، فنحن عم نستثمر بالشباب بقلب منطقة معينة مثلا، وبنشتغل معهم وبنبني قدراتهم، بس ولكن لسبب من الأسباب ممكن إنه يهاجر، ممكن يغير المسار تبعه بسبب التحديات اللي عم بيواجهوها واللي هلا رح نمر عليها بشكل سريع. فقررنا نحن نشتغل مع مجموعات شبابية، مع فرق تطوعية يقودها شباب لعدة أسباب. أول سبب إنه هي عملية إن أو هذا النموذج أو هي الـ خلينا نقول الـ emerging structure أو الهيكلية الناشئة من المجموعات الشبابية موجودة بكل المناطق بسوريا تقريبا، على امتداد الجغرافيا السورية بكل كوميونيتي صار في فريق يقوده شباب، فهدول عندهم القدرة على تمثيل صوت الشباب بشكل كتير كبير. ومؤخرا نحن أيضا عملنا مثل استبيان صغير، سيرفي صغير بمختلف أنحاء سوريا، سألنا أنه الشباب الأفراد هل بتظنوا أنتوا أو أنه هاي المجموعات هي قادرة على تمثيل وتوصيل صوت الشباب على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني؟ بصراحة على المستوى المحلي كانت الغالبية العظمى هي أي، جاوبت إيه، أنه 77%
من الشباب بيشوفوا انه هاي المنظمات قادرة على تمثيل الشباب. على المستوى الوطني النسبة كانت اقل شوي، يمكن لانه ما وصلنا لمرحلة من النضوج، خلينا نقول التشبيك مع بعض بشكل كتير كبير. فهي اول شغلة انه نحن هون قررنا انه يعني حتى نتجاوز هذا التحدي الاول له علاقة بالشباب، حسنا من نموذج عملنا وانطلقنا لنشتغل مع مجموعات شبابية. هلا الشباب ذات نفسهم اكبر تحدياتهم اللي هي بتواجههم وبتحد من مشاركتهم بالشأن العام، مثلا مثل فرص العمل، يعني هو ضعف الفرص اللي هي متاحة للشباب لحتى يطالعوا من وراها دخل مثلا ثابت لهم. هذا دائما وابدا عم بيكون التحدي رقم واحد بكل انحاء سوريا، سواء بمناطق النظام، سواء بمناطق شمال غرب وشمال شرق وحتى بمناطق الجنوب. فدائما احنا هذا بيكون رقم واحد التحدي الاكبر. التحدي الثاني هو العلاقة بالتعليم، ضعف الخبرات. هدول التحديات اللي بصراحة هن الأولوية بالنسبة للشباب. حدا شاب عمره 18 أو 19 سنة بده يحاول يبني هلأ مستقبله ويبني الكارير تبعه، فبفكر أكتر شيء بهدول كعائق. وهدول مع تحديات عامة. في تحديات خاصة بما يتعلق بالمشاركة بالشأن العام، مثل يعني الديستنس او الممتعض تمنع الشباب من المشاركه بالشان العام. وهذا الشيء كمان له نتيجه عده اسباب ثانيه. نتيجه انه وحده من اهم الاسباب هي سيطره القوى التقليديه على القوى السياسيه او على مراكز صنع القرار. واليوم في مشكله بموضوع التواصل بين الشباب وبين ما رح نقول ختايره بس، ولكن الاقدم عمرا، خلينا نقول في لغه مفقوده او في حلقه مفقوده من التواصل بيناتهم، لانه كل حدا بيحكي بلغه مختلفه، فهذا بيشكل كثير عائق امام الشباب. الموضوع الثاني او النقطه الثانيه هي عدم وجود اطر شبابيه او خلينا نقول كولكتيف فريم ورك، يعني سواء احزاب سياسيه سواء منظمات مجتمع مدني هي قادره على تمثيل وحشد الشباب بشكل كتير كبير. هلا النقطه الثانيه عم تنحل او التحدي الثاني عم ينحل عن طريق العمل مع المجموعات الشبابيه اللي هن الى حد ما عم يقدروا يمثلوا الشباب ويحفزوهم. النقطه الاولى اللي لها علاقه بسيطره القوى التقليديه، هذا الشيء اللي احنا عم نحاول نشتغل عليه هلا حاليا عن طريق اشراك هدول اصحاب القرار، خلينا نقول الستيك هولدر، من بدايه المشروع الى نهايته، نخبرهم نحن هيك عم نفكر نعمل، نحن هيك عم نساوي، انتم ايش رايكم، اللي هو خلينا نقول نعمل لهم انجيجمنت بشكل انجيجمنت الفعال حتى لحتى تبني نوع من انواع خلينا نقول الثقه كمان بينهم وبين الشباب، انه اليوم نحن بحاله مكملين لبعض، نحن ما لنا منافسين. اليوم الشباب هن شريحة كتير كبيرة من المجتمع، هن ما عبارة عن مشروع أو فرصة تمويلية أو ترند طالع إنه خلونا نشتغل مع الشباب فنشوف إيش البرودكت اللي بده يطلع مع الشباب من الشباب ومن إشراكهم. لا، هن فعليا يعني شريحة 40% أنس من الشعب السوري هو حاليا بين ال 19 ل 35 سنة، وهي نسبة ما هي قليلة على الإطلاق. فهي أبرز التحديات خلينا نقول على المستوى المحلي. على المستوى الدولي بنواجه كمان شوية تحديات لها علاقة بإشراكهم بالعملية السياسية نفسها. بكتير محلات الأطر كتير ضيقة والمجالات كتير محدودة لإشراكهم. من فترة كان في عنا كتير تواصل مع مكتب المبعوث، عم نحاول، كانت هو جزء من حملة المناصرة تبعتنا انه الشباب لازم يكونوا موجودين وممثلين سواء بغرفة دعم المجتمع المدني او بمجلس استشاري النسائي. شجعناهم، عم نحاول كنا نشجعهم انه اما نعمل شيء مثل يوث ادفايزري جروب، يوث ادفايزري كونسل، مثل شيء شبيه بالومن ادفايزري كونسل، مثل ما بنقول لهم انه الواب شغلته يجندر الدستور على سبيل المثال ايام كانت لجنه دستوريه. فاليوث ادفايزري بورد كان
شغلته يشبشب الدستور، كنا هيك نحاول نحاول انه نضغط عليهم بهي الطريقه، او عن طريق اي وسيله متاحه يعني بالاخير. ويمكن هون انصدمنا ب كانت الصدمه الى حد ما بالطريقه اللي نحن بنشوف فيها الشباب وهن بيشوفوا الشباب، من اطار خلينا نقول او من وجهه نظر تواسطيه، يعني هنا عمليه وساطه بين النظام والمعارضه، بيشوفوا الموضوع يمكن تكنيكال اكثر، انه اليوم شو البرودكت او شو هي الاوراق اللي نحن ممكن نطالعها او الشباب ممكن يساهموا باصدارها او انتاجها، بس نحن بنشوف الشباب هي شريحه من المجتمع لازم تكون مشاركه بممثله بالعمليه السياسيه. وهون كان بصراحه الدور يعني دور ممتاز جدا للاتحاد الاوروبي، لحتى كمان هن يعملوا نوع من انواع الضغط على مكتب المبعوث، يخبرون نحن كان في تواصل مع الاتحاد الاوروبي كمان على موضوع انه يعني تم هو المساعده ما هي فقط عمل تمويلي مثلا او توفير الدعم، لا كمان في جزء من الضغط السياسي او الضغط المناصره كمان ممكن كثير الاتحاد الاوروبي يدعمنا، واللي هو الشيء اللي عم بيساوي بالوقت الحالي حول قضيه اشراك شباب العمليه السياسيه. عظيم 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 جدا. رح انتقل يعني بلش من النقطة يلي ختمت منها بما يتعلق بدور الاتحاد الأوروبي بالضغط والمناصرة وما إلى هنالك. إذا بدنا نحكي عن الأولويات يلي بتقول بتشوف أنت أو منظمتكم أو كناشط مدني أو كمجتمع مدني، الأولويات يلي بتقول إنه الاتحاد الأوروبي بحاجة يدعمها لحتى تحققوا أهدافكم، شو ممكن تكون هاي الأولويات؟ بصراحة أول وحدة ويمكن أهم وحدة كمان هي كمان جزء من أول الريكومنديشن، وحدة من الريكومنديشن اللي طلعت معنا بالدراسة، أنه أنت لتحقق المشاركة أو تحقق أكبر مشاركة من الشباب لازم تربط مشاركتهم بمعالجة أولوياتهم على المستوى المحلي. فمهم جدا أنه نحن نربط معالجة هاي الأولويات، توفير فرص عمل، توفير فرص يعني livelihood، إتاحة مساحة أكبر للتعلم، وصل الشباب مع بعضهم من مختلف أنحاء سوريا، هدول كلياتهم رح يحققوا باعتقادنا أنه هو شيء إيجابي رح ينعكسوا بشكل إيجابي على الشباب ومشاركتهم بالشأن العام. في وحدة من الأولويات كمان اللي هو في فئة عمرية تحس إلى حد ما هي جيل مفقود، اللي هي بين تحديدا بين ال 15 او 14 سنه لل 18 سنه، لانه هن لا يعتبروا بس حتى طفوا ال 14 سنه او 12 سنه لا ما بقى عاد يعتبروا هن اطفال، وبالتالي ما عادوا يقدروا يستفيدوا من المشاريع اللي هي تقدم للاطفال، وهن من شباب وبالتالي ما قادرين انه يستفيدوا من الانشطه اللي تقدم للشباب. هذا الشيء كمان هي الفئه او هي الشريحه من المجتمع كمان عم بتعاني، واللي هي بصراحه مراحل التاسيس للشباب عم بتكون فيها. فنحن واحدة من الشغلات اللي بلشنا نطلع عليها ونفكر فيها انه نحن نحاول نشتغل مع هاي الفئة ايضا كمان، نأسسهم بشكل صحيح، شيء له علاقة بالتربية السياسية، التوعية السياسية، مو شرط بشكل مباشر انه، ولكن عن طريق كورسات صغيرة منصة e-learning ممكن يقدروا يتعلموا فيها شو يعني سياسة، شو هي الأطر للمشاركة بالشأن العام، لا حتى خلينا نقول لاحقا بس يدخلوا المرحلة الجامعية ومرحلة الشباب يكونوا هن ممكنين أكثر من المشاركة بشكل فعال سواء بالشأن العام وسواء بالعملية السياسية. ربا ذكرت أنه الاتحاد الأوروبي يرى المجتمع المدني السوري شريك، وهذه رؤية يعني ينبغي البناء عليها لأنه هي حجر أساس. كيف بتشوف هذه الشراكة؟ ما هو دور هذه الشراكة في بناء مستقبل سوري؟ يعني دور المجتمع المدني بصراحة بالمرحلة القادمة وبناء مستقبل سوريا بشوفه كتير محوري وضروري في ظل التقسيمات السياسية اللي احنا حاليا عايشين فيها، هو انه نحن مجتمع مدني we are all accountable for the affected population، يعني نحن كلياتنا مسائلين نحو المجتمع اللي نحن والمجتمعات اللي نحن عم نشتغل فيها ونخدمها. لازم نحاول كمجتمع مدني
يكون هو الأرضية اللي وخط الدفاع الأخير، خلينا نقول عن وحدة سوريا، عن وحدة الأراضي السورية، عن طريق إنه أنت تقدم خدمات عابرة للحدود من خلال التواصل الفعال بين منظمات المجتمع المدني عبر الجغرافيا السورية، العمل مع بعض، الشغل مع بعض. هذا الشيء بصراحة اللي لازم يكون منظمات المجتمع المدني عم تعمله، وعم يعني فعليا عم بيصير هلا. عم نشوف انه صار في عدة محاولات ل يتكون هذا الاطار العام لهدف واحد، انه انت عن جد تخدم المجتمع السوري بشكل كتير فعال، وتسد احتياجاتهم وتحاول تعكس تطلعاتهم وامالهم. بالأخير السلطات على امتدادهم وعلى اختلافهم وعلى تنوعهم، سلطة مدنية وسلطة أمر واقع، ما عم نشوف كتير تفاعل، أو هي انعكاس لحاجات الشعب فعليا. فهون عم بيجي دور المجتمع المدني، هو يسد هاي الفجوة ويعكس تطلعاتهم، ويلعب دور الرقيب كمان إلى حد ما على السلطات ببعض المحلات طبعا. كلها يعني هذه الرؤية، رؤيتنا جميعا، والحلم يعني هو أن نرى مجتمعاتنا متطورة وتقاس بتطور يعني الحالة المدنية اللي موجودة فيها. يعطيكم العافية ريبال، شكرا جزيلا. شكرا. يعني نتمنى أن تكون هيك كانت خفيفة هذه الدردشة، ونتطلع إلى يعني مزيد من اللقاءات. شكرا أنس، يعطيك ألف عافية. شكرا. سلامات.